الحمد لله العلي الكبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السراج المنير. وبعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيسمعنا الآية من سورة لقمان، حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. حسنه الألباني في صحيح الترمذي والشوكاني في نيل الأوطان. والقينات هن المغنيات من الجواري، والحديث دليل على تحريم الموسيقى. وقد صحح الألباني رحمه الله أحاديث أخرى في تحريمها في كتابه تحريم آلات الطرب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، وهو في صحيح الجامع. قال القرطبي: ولى أي أعرض، ومستكبرا نصب على الحال، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا ثقلا وصمما. قال ابن القيم في التفسير القيم: وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض، حسنه الألباني في صحيح الجامع. قال ابن كثير: وهنا على وهن. قال عطاء الخراساني: ضعفا على ضعف. وقوله: فصاله في عامين، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، الآية. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأنه قال في الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا لذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء. قال الشوكاني: وفصاله في عامين، الفصال الفطام، وهو أن يفصل الولد عن الأم وهو مبتدأ وخبره الظرف. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه نزل فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قال: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي في العنكبوت. وفيها: وصاحبهما في الدنيا معروفا، في سورة لقمان. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. فقال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأمثال. قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت. فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقال: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. فقال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي،
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، في سورة المائدة، رواه مسلم. قال النووي: والجزور ما يصلح أن يذبح من الإبل، مشوي عندهم، وزق ووسقاء من خمر، ولحيي الرأس أي فكي. وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الشوكاني: والتقدير بمعروف، واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع سبيل من رجع إلي من عبادي الصالحين بالتوبة والإخلاص. انتهى. قلت: إن كان الله عز وجل قد أمر بحسن صحبة الأبوين المشركين، فكيف بالوالدين المسلمين؟ قال ابن كثير: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، المظلمة أو الخطيئة. قال الطبري: إن تك زنة حبة من خردل، من خير أو شر عملته. وقال القرطبي: أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال ابن كثير: علم أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. ولا تصعر خدك. قال الشوكاني: يقال صعر خده، وصعر خده أي إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا، والمعنى لا تعرض على الناس تكبرا عليهم. قال الطبري: واقصد في مشيك، يقول وتواضع في مشيك إذا مشيت، ولا تستكبر ولا تستعجل، واغضض من صوتك، يقول واخفض من صوتك. وقال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه. ومع هذا فهو بغيض إلى الله تعالى، وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه وغاية الذم. قال الشوكاني: وأسبغ عليكم نعمه، أي وأتم وأكمل عليكم نعمه، عذاب السعير. قال الطبري: يعني عذاب النار التي تتسعر وتلتهب، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يقول قد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه من تمسك به. وهذا مثل، إنما يعني بذلك أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وجهه إليه، وهو محسن ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة. علم بذات الصدور، يقول إن الله ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله وإثارة طاعة الشيطان، نمتعهم قليلا، يقول نمهلهم في هذه الدنيا مهلا قليلا، يتمتعون فيها، ثم نوردهم على كرهم منهم عذابا غليظا، وذلك عذاب النار نعوذ بالله منها ومن عمل يقرب منها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال ابن كثير: أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما، وجعل البحر مدادا، وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت به كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر كنفس واحدة. قال القرطبي: قال الضحاك: المعنى ما ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة، وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة. الفلك أي السفن، وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل كالجبال، وقال الكلبي كالسحاب، وقاله قتادة، جمع ظلة، شبه الموج بها لكبرها وارتفاعها. دعوا الله مخلصين له الدين، موحدين له، لا يدعون لخلاصهم سواه، فلما نجاهم يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد. قال ابن عباس: موفٍ بما عهد عليه الله في البحر، قيل في الكلام حذف، منهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الختار الغدار، والختر أسوأ الغدر. انتهى. قلت: قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج، وفي هذه الآية بنحوها. وفي الآيتين يصف الله نفسه بأنه هو الحق سبحانه، والحق من أسماء الله الحسنى، ووصف ما يشركون به بالباطل لأنها لا أساس لها. قال ابن كثير: ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده الساعة، إن الله عنده علم الساعة، الآية، ثم أدبر. فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وهو متفق عليه في اللؤلؤ والمرجان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة، كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب، وهو في السلسلة الصحيحة، وهذا من علامات صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.